السلام عليكم. اليوم جيت نبارك الدولة السعودية على الفوز ديالها اللي فرحتنا جميعا، فرحت الدول الإسلامية بالفوز ديالها، وكأن كل شيء نجحنا وكل شيء ربحنا. يعني الفوز السعودية وكأن احنا كنا ربحنا، وكنتمنى مزيد من العطاء ومزيد من الفوز ان شاء الله. اضافة الى الفرحة الكبرى ديالنا لان كاس العالم بلد قطر تاوزاد فرحنا وحسينا براسنا باننا جميعا يد واحدة. وبغيت نشكر احبائي المتابعين اللي سولوا عليا واللي سولوا عليا قالوا لي اسمع علاش ما بغيتيش كتحطي نزلي فيديوهات بزاف، واش راكي مريضه؟ شكرا بزاف، هذا فوق راسي وعيني انني نسمع بان الناس ان عندي ناس متبعيني كيسولوا عليا وكيسقسيو واش راني مريضه. لا الحمد لله انا ماشي مريضه ما والو، قبضتني العكس قبضتني العكس على هذا الميدان بحكم ان النهار قصار قصار بزاف، يعني ما بقيتيش كتقدري ديري شي حاجه اكثر من الضروريات، يعني مع العائله والاولاد، ويعني انتما كتشوفوا البرد الغيام، يعني حتى الشميشه اللي غادي تعطيك الكوراج انك ديري فيديوهات ما كاينش. لهذا هذاك الشيء علاش جاني العكس وكنت نشارك معكم الاجواء ديالنا ديال اجواء ديال بلجيكا. السماء ديالها انت كتشوف ديما مغيمه، قليل فاش كنشوفو ديك الشميشه، ولكن مستحيل من نوفمبر للفوق ما غاديش ما كتشوفيهاش بزاف. ولكن السؤال ديالكم فرحني بزاف واعطاني الطاقة واعطاني اجتهاد انني نزيد نعطي في هذا الميدان ونزيد نجتهد، رغم انني كنفكر انني نتوقف على هذا الميدان، لانه كما كتعرفوا ميدان بدون نتيجة، يعني كتخدمي فوق الطاقة ديالك ولكن ما كتلقيش نتيجة. ولكن معليش، كان أحسن حاجة هو أننا اكتسبنا الناس كيبغيونا وكيسقسوا فينا في الحالة إلى غبرنا، وهذا أحسن حاجة عطاها لنا هذا الميدان. وخا ما ربحوش فيه ماشي مشكل، ربحنا ناس مزيانين. كنوعدكم أنكم غتشوفوني قريبا في فيديوهات جديدة. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.